وفاء وتخليدا لشهداء الوطن وبمناسبة عيد الأم، أقام فريق نبض وطن التطوعي بطرطوس حفلا تكريميا لعدد من أمهات وزوجات الشهداء. اليوم حبينا هالحفل بسيط، نزرع البسمة على وجوههم، ونحن هدول عوائلنا، وقلنا الشرف حتى نحن بفريقنا معنا من ذوي شهداء وجرحى. فهي رسالة اليوم قدوة بسيدوا الوطن، ونقول لهم الأول كل عام وأنت بخير، أمنا الغالي الحبيبة سوريا. وبنقول لهم لزوجات وأمهات الشهداء كل عام وأنتم بخير. الأم هي الوطن، هي الأنثى هي الوطن، فما بالك إذا كانت أم الشهيد اللي روى أرض الوطن بدمه. أنا أم الشهيد محمد علي ناصر، حي هالبلد، والله يحمي، الله يرحم الشهداء جميعا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وكل أمهات سوريا بألف خير. إن شاء الله كل عام وأمهات سوريا بخير، وأمهات الشهداء بخير، الله يرحم جميع الشهداء. إن شاء الله بينعاد على جميع أمهات سوريا بالصحة والعافية والخير. الله يرحم شهدائنا، وإن شاء الله بنشوف سوريا منصورة وبتتحرر من هالإرهاب. كل عام وكل أمهات بخير، الله يحمي سوريا. كل عام وكل أمهات سوريا بألف خير، وإن شاء الله يكونوا بألف عافية. أمهات الشهداء أكدنا خلال التكريم أن تضحيات أبنائهن أزهرت شقائق النعمان برائحة العزة والكرامة، وأن النصر آت لسوريا الأم بهمة رجالها، رجال الجيش العربي السوري. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.